صفحة 35 من كتاب النشاط Lesson 1 الدرس الأول. A. Choose the correct verb to complete each sentence. اختار الفعل الصحيح لتكملة كل جملة. الأفعال عندنا bite يعض, fly يطير, grow ينمو, hunt يصطاد, produce ينتج. 1. A bat is not a bird. الخفاش هو ليس طائر. But it can fly like a bird. لكنه يستطيع الطيران مثل الطير. 2. Owls. البوم. Hunt and kill small animals at night. تصطاد وتقتل الحيوانات الصغيرة في الليل. 3. If you put your foot on a snake, إذا وضعت قدمك على أفعى, it will bite you. إنها سوف تعضك. 4. Cows and goats. الأبقار والماعز. Produce milk. ينتجون الحليب. 5. Elephants. الفيلة. Grow very big. ينمون بصورة كبيرة جدا. But it takes many years. لكنها تأخذ عدة سنين. B. Study the spelling rule. ادرس قواعد التلفظ. And write the comparative forms. واكتب أشكال المقارنة of these adjectives لهذه الصفات. أنا كاتب هنا مقارنة ومفاضلة. المطلوب من عندك فقط صيغة المقارنة اللي هي أول وحدة. بس كتبت المفاضلة على ما تتعلم أنت أكثر. Wait. رطب. عند المقارنة نضاعف الحرف الأخير ونضيف ER. Water. عند المفاضلة وتست. نضاعف الحرف الأخير ونضيف EST. 2. Thin. رقيق. شوف هنا أنا كاتب لنا قاعدة إنه إذا كلمة انتهت بالحرف الصحيح D أو G أو N أو T عند المقارنة أو المفاضلة نضاعف الحرف الأخير. شرط إنه يكون قبل الحرف الصحيح حرف علة. Thin. كلمة تنتهي بحرف N من ضمن الحروف اللي طانيها هنا قبل الآن حرف علة. إذا نضاعف الحرف الأخير ونضيف ER عند المقارنة ونضيف EST عند المفاضلة. Thin. Thinner. أضعف. Thinnest. الأضعف. دائما المفاضلة نسبقها بكلمة the. L. Noisy. ضوضائي. Noisier. أكثر ضوضائية. Fit. كلمة نهايتها حرف T اللي هو حرف صحيح قبلها حرف علة نضاعف الحرف الأخير ونضيف ER أو EST. Sad. حزين. Sadder. Saddest. Friendly. Friendlier. قلبنا ال Y إلى I وضفنا ER. نفس الموضوع هنا النويزي قلبنا الواي إلى آي وضفنا إي آر. هيفي هيفير نفس الموضوع في حالة المفاضلة نضيف إي إس تي. Spelling rule قواعد التلفظ final constants الحروف الصحيحة في نهاية الكلمة مثل دي وجي وان وتي. Single constants after single vowels حرف صحيح مفرد بعد حرف علة مفرد. Are doubled when an ending is added. يضاعف عندما نضيف النهايات. يقصد بالنهايات ER أو EST. Example مثال big bigger biggest. كلمة متكونة من مقطع واحد منتهية بحرف G قبل حرف علة نضاعف الحرف الأخير ونضيف ER أو EST. Hot نفس الموضوع hotter hottest. But clean لكن كلمة clean cleaner من ضاعف الحرف الأخير لأنه قبل الحرف الصحيح
حرفين علة اللي هما الإي والأي، يعني مو حرف علة واحد. cleanest أيضا ما ضاعفنا الحرف الأخير because EA is not a single vowel، لأنه حرفي E والأي ليست حرف علة مفرد، إنما حرفين علة. remember. final Y إذا انتهت الكلمة بحرف Y usually عادة changes تقلب to I إلى حرف الآي. example مثلا dry انتهت بحرف Y قلبناها إلى I وضفنا AR. C write the comparative forms اكتب صيغ المقارنة of these adjectives لهذه الصفات in the correct places في الأماكن الصحيحة in the table في الجدول. cheap رخيص عند المقارنة نضيف فقط ER لأنه كلمة متكونة من مقطع واحد cheap. dangerous كلمة متكونة من أكثر من مقطع عند المقارنة خلي قبلها كلمة more dangerous. ugly قبيح كلمة متكونة من مقطع واحد بنهايتها أكو حرف Y نقلب ال Y إلى I ونضيف ER uglier. expensive غالي كلمة متكونة من أكثر من مقطع عند المقارنة نضيف more قبلها more expensive أكثر غلاء. interesting نضيف قبلها كلمة more interesting. happy نقلب الواي إلى I ونضيف ER happier. careful خلي قبلها more وننزل careful more careful لأنه كلمة متكونة من أكثر من مقطع. tidy انتهي بحرف Y نقلب الواي إلى I ونضيف ER tidier.